حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت غرفة تجارة ديالا إن بوصلة السوق الموازية تقود سعر صرف الدولار في العراق، مؤكدة عدم تمكن الحكومة في ضبط السوق. وأضافت الغرفة أن سعر صرف الدينار أمام الدولار قد يصل إلى 140 ألف دينار لكل 100 دولار، لا سيما أن مؤسسات الدولة مقبلة في مطلع عام 2024 على إطلاق أكثر من 1300 مشروع في المحافظات، ما قد يسهم في زيادة الطلب على الدولار. دعت جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في السليمانية إلى تطبيق القانون رقم 7 لعام 2008، والذي يلزم مالكي العقارات بمجموعة من الضوابط لتحديد الإيجارات. وأضافت الجمعية أن الإيجار وفقا لذلك القانون يختلف باختلاف سعر العقار، حيث يحق للمالك الحصول على 3 أو 4% من السعر الكلي للعقار كإيجار شهري، إلا أن ذلك لا يطبق بصورة صحيحة، ولذلك عندما ترفع مشكلة المستأجر إلى المحكمة يتم الفصل فيها لصالح المالك. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 380 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 358 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، والتي بلغت معدل 22 ألف برميل يومياً. كشف خبراء اقتصاديون أن ثلثي احتياطي العراق من الدولار موجودة في الخزانة الأمريكية وبعض المصارف الدولية الأخرى. وأشار الخبراء إلى أن قرار الأمم المتحدة لسنة 2010 سمح للبنك الفيدرالي الأمريكي بالسيطرة على الأرصدة العراقية، مؤكدين أن العراق يمتلك أكثر من 115 مليار دولار تتوزع بين ذهب بمقدار 130 طناً وسندات حكومية أمريكية بقيمة 32 مليار دولار، بالإضافة إلى سيولة نقدية لدى البنك الفيدرالي الأمريكي. حققت عملة بيتكوين المشفرة مكاسب واسعة خلال هذا العام، وارتفعت بأكثر من 150% بعدما تداولت عند مستويات 16 ألف دولار في مطلع العام. وتنوعت المصاعب التي واجهتها أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في العام الماضي، ما بين فك ارتباط عملة تيرا يو اس دي المستقرة مع الدولار الأمريكي وانهيار عملة اف تي اكس، وبدأ الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، لكن العملة المشفرة تلقت دفعة في العام الجاري من الاهتمام المؤسسي بها، إذ تقدم عدد من اللاعبين في مجال التمويل التقليدي بطلبات لإصدار صندوق متداول في العملة المشفرة في الولايات المتحدة. ولنا هذه الانتقالة السريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.